السلام عليكم. لا زلنا بنتكلم عن المعالجات المحاسبية اللي خاصة بانسحاب أحد الشركاء في شركة الأشخاص. التدريب اللي قدامنا بيحكي إنه بده عايز قيود اليومية أو الجورنال انتريز لحالة انسحاب أحد الشركاء with payment from partners personal assets. هنا السداد ليس من موارد أو موجودات شركة الأشخاص، ولكن من الأملاك الخاصة بالشركاء. فكأنه في هذا النوع من الشراء أو البيع لحصص الشريك المنفصل بيكون عادة مجرد نقل قيمة رأس مال الشريك المنسحب إلى الشركاء المتبقيين أو الشركاء اللي قاموا بشراء حصته. وفيما يتعلق بالمبلغ اللي بيندفع بالزيادة أو النقص، فهذه مجرد مدفوعات من أملاك خاصة وليس من موجودات شركة الأشخاص، وبالتالي لا تؤثر على حسابات النقدية أو حسابات البنوك. على كل الأحوال التدريب بيقول تبعنا كالآتي: إنه في عندنا كلارك وكميل وإيكلسون، في عندهم كابيتال بالانسز 50 40 32 على الترتيب، وبتشاركوا بالإنكم واللوس بنسبة 5 3 2. إيكلستون withdraws from the partnership، انسحب طبعا إيكلستون من الشركة ضمن الاحتمالات التالية: الاحتمال الأولاني إنه كلارك وكميل agree to purchase إيكلستون equity by paying 17,000 each from their personal، وهذا الموضوع المهم هنا، from personal assets، من يعني أنا عايز أشتري حصتك إما بالمبلغ اللي بيمثل قيمة رأس مالك في الشركة أو أكثر أو أقل، لكن بدفع لك من أموالي الخاصة، فتنتقل قيمة حصتك في الشركة اللي هو في المثال تبعنا 32,000 تبع الشريك المنفصل للجهة أو الشخص اللي قام بالشراء. الحالة الأولى إن الشركاء المتبقيين أو الريميننج بارتنرز هم اللي شروا حصته وشروها بالضبط بقيمتها، فكل واحد فيهم دفع each pay by يعني purchase الحصة تبعت إيكلستون، وكل واحد فيهم دفع 17,000 from his personal asset مقابل إنه كل واحد فيهم receives 50% of the equity، يعني بياخد 50% من حصة الشريك هذا المنفصل. فالقيود تبعنا بتقول كالآتي: إنه الشريك المنفصل بدنا نجيب اسمه طبعا إيكلستون، كابيتال هو حساب رأس ماله يصبح مدينا لأنه خلص من عندنا. في المقابل بدنا نزود حصص الشركاء المتبقيين اللي هو في عنا كلارك كابيتال، لأنه كل واحد فيهم حيدفع 17,000 وياخد 50% من قيمة حصة من قيمة رأس مال الشريك المنفصل. طبعا في عنا كمان كامل كابيتال، طبعا هذا حصته يعني 32، حصته في رأس المال 32,000، وهدول طبعا كل واحد فيهم يدفع 17، لكن احنا بهمنا انه هذا الرقم نضربه في 50% وهذا نضربه في 50%، فكأنه كل واحد فيهم بده ياخد 50% من قيمة رأس ماله. السؤال كالآتي: احنا دفعنا 17، لكن اللي تم تسجيله كزيادة لرأس مالنا هو 16، لأنه زي ما قلت هذه مبالغ اندفعت من أموال خاصة، فلم تتأثر فيها لا موجودات أو الأسيتس أو الالتزامات اللايبيلتيز تاعت البارتنرشيب. عشان كده احنا بس بنوزع 32,000 على الشركاء بنسب حصصهم اللي اشتروها من الشريك المنفصل. الحالة الثانية بيقول: على افتراض انه كميل agrees to purchase all of the Eccleston's equity by paying، طبعا دفعت 22,000 cash from her personal او دفعت from her personal assets، فكأنه هي دفعت في الحصة تبعت إيكلستون 22,000. احنا ما إلنا دعوة قديش اشتريها، ان شاء الله بتشتريها ب 100,000، المهم قيمة حصة إيكلستون في رأس المال اللي هي بدنا نسكرها بمبلغ طبعا
32,000 اللي هي قيمة حصتها في رأس مال شركة أشخاص، ونسكر هذا في حساب الشريك اللي هو شراء الحصة بالكامل اللي هو عبارة عن اللي هي عبارة عن كميل. فكأنه احنا ملناش دعوة بالمبلغ اللي اندفع بالزيادة او النقص، اذا كان الدفع او السداد من الاموال الشخصية وليس من اموال شركات الاشخاص. فعشان كده اثبتنا 32 بغض النظر على المبلغ اللي اندفع فعلا، لانه انا رغبان اشتري حصة ب انا راضي ابيع حصتي ب 22,000 مع انه قيمتها في الشركة 32,000. في المقابل تعال نشوف الحالتين، لو كلارك agrees to purchase the Ecclestones equity by paying 36,000، فكأنه الآن الشراء هذا دافع أكثر، يعني هذا هو راضي يدفع مبلغ أكثر من قيمة رأس مال الشركة، قيمة رأس مال Ecclestones في رأس مال الشركة، فكأنه رأس مال الشريك المنفصل 32 لكن هو قابل يدفع 36، فطالما دفعه من أمواله الخاصة ما عندنا مشكلة، ولكن 32 هذول بنضافوا على حسابه على حساب رأس ماله مباشرة. فكأنه الحساب المدين برضه حيكون Ecclestones لأنه هو انسحب، يبقى بدنا نسكره بمبلغ 32 وناخذ قيمة هذا رأس المال أو حصته في رأس المال للشريك اللي شرى اللي هو كلارك اللي هو طبعا توجبنا اسمه هنا، فبيكون ب 32. عشان كده لو اخذتوا بالكم ملناش دعوه بالمبالغ بتندفع بالزياده او النقص عن قيمه راس مال الشريك المنفصل، لانه كل اللي بنعمله في حاله السداد من البيرسونال اسيتس، بس اللي بنعمله بنحول قيمه راس مال الشريك المنفصل على رؤوس اموال الشركاء المتبقيين. وبهيك بيكون خلص تدريب تبعنا. شكرا.